السلام عليكم، لاباس عليكم؟ يعني كلشي بخير. نوري لكم واحد الطريقه خاصه، يعني جربتها قلت التجربه، وكيفاش كنقي هاد الكراميل وكيفاش غادي نطيبو في الفران مع الخضره. كنظن يكونوا صحيين، ما فيهم لا زيت، ما مقليين، ما والو، طيبين في الفرن مع الخضره. نقيهم بهذه الطريقه هذه، اللي واخا شويه صعابين كيبغيو فيه يتقشروا، فيهم واحد الموزونات هنا ولا ما عرفتش شنو كيقولوا ليهم. المهم هادي صعابين كيبغيو فيه يتحيدوا. بهذه الطريقه كنخوي ليه هذاك الشيء اللي داخل فيه، كيكون فيها يعني كيكون عامر بشي حاجه من الداخل، انا كرشو بطبيعه الحال. هاد الشكل هذا باش نحصل على هادي، باش نعمرها. نوري لكم الطريقه من بعد كيفاش كنعمرها. كيبغي هو الغساله مزيان باش كيكون عامر من الداخل. عنده واحد الجلده هذه كتقشر سهله بالنسبه لهذو اللي كبارين شويه، هكا ساهلين باش تقشرهم ماشي بحال صغيرين. بهذا الشكل هذا، يعني هذه ماشي ضروري انك تحيدها ليها. اذا بغيتي تحيديها كتحيديها، ما بغيتيش تحيديها كتخليها فيها. يعني انا بعض المرات كنحيدها، ودابا كتحيد بهذه الطريقه هذه، يعني باش هذيك ما تجيش مثقوبه. باش ملي تبغي تعمرها وتجي ما يتكبش داك الشيء اللي فيها. من بعد كنحصل على هذه، هي هذه اللي غنعمر. ملي كنغسلهم كنديرهم في شويه الملح، كندير الملح والحمض باش كتحيد لهم شي ريحه الا فيهم ديال الحوت. وكنقطعوه، هذا كنقطعوه كنديرهم في المقلاة، كنشحرهم مع شوية زيت بلدية والملحة والإبزار ثومة، كنخليهم يتشحروا. ملي كيتشحروا هكا كنحطهم هادو، كنديرهم هادو اللي كنعمر، كنسدهم بهاد العويدات. بهاد الطريقه هادي كنستمر في العماره ديالهم. هكا كتبغي يعني جد شويه صعوبه باش تعمرها دغيا، يعني بشويه. يعني ماشي شي حاجه صعيبه، مي سهله يعني عيب شويه يكون عندك هكا باش من بعد ما كيتعمروا كيداروا كنسدهم بهذاك القطبان. كاين اللي كيدير لهم داك القطبان صغيورين. هادي انا غلفت هاد المقله بالامانيه وستفتهم فيها، نقطع عليهم الخضره بالطريقة هذه. كنقطع عليهم الخضرة كاملة الفوق منه، كندير لها الملحة، بغيتي دير لها شوية الزعتر. أنا كندير غير الملحة، درت ليهم الملحة وهكا. من بعد كنسد في الخضرة، الخضرة كتبقى الاختيار.
ملي كنستوي الخضره كنغطيها بهذه الطريقه باش ندخلها للفرن، كنخليها على واحد المده على حسب. ملي كنخرجها كنحصل على الخضره ديالي طايبه وكلشي طايب. هيا الخضره طايبه بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل وبهذا الشكل. ها هما كيفاش خرجوا، كنظن يكونوا صحيين ما طيبين لا في الزيت ولا حتى شي حاجه، لاني في الفرن مع الخضر شوي زيت بلديه. هكا كنستفهم في التبصيل، واخا الخضره ما مستفاش مزيان ولكن هادشي كيبان شهي وكل شيء صحي الخضر. الخضرة الصحية وكل شيء. فرجة ممتعة، كنتمنى لكم التوفيق بالصحة والراحة.